من هي المرأة صاحبة أجمل وجه في العالم؟ وما هي القاعدة التي يمكن الاستناد إليها للإجابة على هذا السؤال؟ علماء من جامعة تورونتو الكندية يعتقدون أنهم توصلوا إلى الأبعاد المثالية لأكثر الوجوه النسائية جمالا وجاذبية. ما أكثر النساء الجميلات من حولنا؟ شقراء، سمراء، عيون ملونة أو سوداء، ملامح شرقية أو غربية، كلهن جميلات. الحكم الذي نصدره دوما على مستوى جمال النساء وجاذبية وجوههن نابع من مجرد الرؤية لا غير. أما الحكم الذي سيصدره العلماء في جامعة تورونتو الكندية فسيكون مبنيا على أساس علمي توصلوا له أخيرا. الدراسة الكندية التي نشرت في مجلة فيجن الأبحاث تقول إن سر جاذبية ملامح الوجه الأنثوي تكمن في القياسات بين العينين والفم والأذنين. فبعد عشرات التجارب على وجوه النساء كانت النتيجة كالتالي: يجب أن تمثل المسافة بين العينين والفم نحو 36% من الطول الكلي للوجه بداية من منبت الشعر وحتى الذقن، ولا يجب أن تتجاوز المسافة بين حدقتي العينين 36% من المسافة الكلية بين الأذنين. وقد يفاجأ جمهور السينما العالمية إذا ما عرف أن أنجلينا جولي خرجت من قائمة الجميلات بعد أن ثبت أن أبعاد وجهها لا تتوافق مع نتائج الدراسة. أما الممثلة البريطانية إليزابيث هارلي فلم تتخطى سوى نصف الاختبار. أما شانيا توين مغنية البوب الكندية فكانت هي صاحبة الوجه المثالي. الدراسة الكندية أغفلت جوانب قد يراها كثيرون مهمة، وهي أنها لا تنطبق سوى على ذوات البشرة البيضاء دون غيرهن، كما لم تعر وجوه الرجال قدرا من الاهتمام، وأنها ركزت على المسافات بين الملامح ولم تركز على شكل الملامح نفسها. العلماء لم ينصحوا السيدات بتغيير أبعاد وجوههن للوصول إلى الأبعاد المثالية في دراستهم عن طريق عمليات التجميل، وإنما قدموا لهن حلولا بديلة كقصات الشعر ومساحيق التجميل التي قد يكون لها تأثير بصري إيجابي على الوجه. هناء عوني، بي بي سي.